مهرجان العالمين، بما ان احنا بنتكلم عن العالمين، بيكمل فيه الحفلات وفي الحاجات المهرجانات المنبثقه من المهرجان الكبير اللي هو العالم عالمين، والحفلات اللي موجوده في الشوارع، والحفلات الكبيره بتاعه الفرق الكبيره المعروفه والسوبر ستارز الكبار اللي موجودين وما الى ذلك. فهتلاقي بقى في شارموفرز وفي كايروكي وفي رابر روس في الختام. شارموفرز بالمناسبه من الناس اللي انا دايما بنبهر بيها، احمد بهاء عضو واحد مؤسسي شارموفرز. ازيك يا بهاء؟ اهلا وسهلا. مساء الفل، ازيك؟ عامل ايه؟ عامل ايه؟ كله تمام؟ كله زي الفل الحمد لله، كله يا اخي جميل. انا دايما مبهور بيكم من يوم ما طلعتوا لحد دلوقتي. الحمد لله ربنا والله يخليك. بتكلم ميرسي بجد، لانه دايما ميرسي كنت لذوقك. دايما اقعد افكر بهاء، اقول ايه السر؟ ما شاء الله الاول بس تاتش وود، عشان الحاجات دي بتتحسد. الا إيه دايما اقعد اقول هو ايه سر الاقبال المذهل دايما على شارموفرز؟ يعني دايما تلاقي الحفلات كده زي ما بنقول، طبعا ربنا ما يجيب ضرب، بس تلاقي الحفلات بالضرب، طوابير الناس كلها تقبل على شارموفرز. انت في رايك ايه السر؟ وقعت التليفون ولا ايه؟ الو، انا التليفون كده وقع منك. التليفون وقع انا منك سمعت. على التليفون. لا ده هي لا انا لا لا ده الخط قطع لمده 3 ثواني. ماشي، بقول لك انا دايما اقعد اتساءل بعد ما بقول ما شاء الله وتاتش وود، انه ايه سر الاقبال المذهل دايما بتاع الناس على حفلات شارموفرز؟ تلاقي طوابير بالضرب بالخناق، يعني الناس مستعده تنط من فوق اي اسوار. يعني الحمد لله، احنا انا اعتقد الالبوم الاخير فرق معانا كتير، لان كان بقالنا قبلها فتره ما نزلناش البوم، كان بينزل كله كان بيبقى سينجلز بس، اغاني يعني لوحدها، والالبوم الاخير فيه منه اغاني عجبت الناس جدا، فده عمل ريفرشمنت لذيذه للباند وبس. واحنا مبسوطين ان احنا هنلعب في العالمين في الساحل، لان احنا ما عملناش لسه ولا حفله في الساحل في مكان يعني كبير السنه دي، متحمسين للموضوع. بعدين كمان هو هناك المسرح اللي احنا هنلعب فيه ده مسرح مقفول بكراسي، ومسرح مختلف، لان هي كمان هي حلقه برضو، هي حلقه في برنامج سولد اوت، اوكي، وفي نفس الوقت حفله بجمهور برضو، بتتصور بجمهور. و حضرتك عارف البرنامج صح؟ طب ده عظيم، كمل. إيه؟ انا معاك معاك يا بهاء، كمل. بس والحفله هتبقى بشكل مختلف برضو، يعني هيبقى فيها هيبقى معانا ميوزيشنز مختلفين، وهيبقى التوزيع مختلف لبعض الاغاني. عشان المسرح لما بيبقى المسرح مقفول الصوت بيبقى حلو قوي، بيدينا يعني اوبشنز ان احنا نبقى بنعمل حاجات ما بنقدرش نعملها مثلا في مكان مفتوح او كده، بس فبيبقى الموضوع مختلف. حلو جدا بهاء بجد والله. انا هسألك سؤال، يعني انتوا اكيد عملتوا حفلات في حتت كتير غير مصر، هو بجد بيبقى طعم الحفلة مع جوه مصر ومع الجمهور المصري مختلف؟ اكيد مختلف طبعا. الجمهور المصري ده بيبقى هو ده البيت، وده اول مؤشر لاي نجاح اي حاجه، والحفله لما الاغنيه بتبقى اول مره تتلعب في مصر ويتسمع لصوت الجمهور على رياكشن الاغنيه دي، ده بيبقى اول مؤشر. الحفلات اللي بره مصر على فكره احنا بنلعب برضه في الاغلب المصريين، لو مش في وطن العربي يعني بيبقى في الاغلب المصريين، فبيبقى ممكن يكون مثلا مكان في اوروبا او في امريكا او كده، وفي ناس بيبقوا بيسمعونا بقى لهم سنين واول مره يشوفونا لايف، فبيبقى ليها طعم تاني خالص، بيبقى حد اللي هو بتحس الاحساس بتاع الجمهور الجديد ده، فاهم قصدي ايه؟ ايوه، بتحسه من تاني يعني، فبيبقى في حفلات بره دي بتبقى ميزه حلوه فيها جدا. وبس الجمهور ده اهم حاجه بجد، يعني هو فعلا بيبقى عامل زي البنزين، و واكثر حاجه بتريح الواحد بتخليه ينام مبسوط هو لو الجمهور مبسوط في حفله مثلا او حاجه، الحاجات دي بتطمن جدا يعني. صح، انا بشكرك جدا يا بهاء، ربنا يوفقكم ان شاء الله. انا بحبكم جدا بصراحه. احمد بهاء عضو فريق شارموفرز واحد مؤسسين فريق شارموفرز الشهير او دائع الشهره كده زي ما بيتقالوا، زي ما انت سامع كده، يعني الفرقه بتاعت شارموفرز غير انها طبعا معروفه في مصر، معروفه في كل المنطقه العربيه، حفلات كمان بره المنطقه العربيه، بس من
اجمل الحاجات اللي فعلا قالها بهاء، وده عشان كده كنت عايز افهم بجد، هي مساله طعم الحفله مع المصريين وجوه مصر بيبقى عامل ازاي. خلي بالك انه فكره التفاعل كمان، يعني شارموفرز من الفرق اللي مش بتقف تغني، يعني مش كورال، انت بتتكلم على حاجه تانية، يعني فيها شكل من اشكال التفاعل مع الناس، وبيبصوا للناس وبيتكلموا معاهم، وبيبقى في حركه طول الوقت ونشاط على الستيج او على المسرح وما الى ذلك، وبالتالي تفاعل المصريين حاجه تانية، روح تانية خالص. فما بالك بقى لما تبقى في العالمين على البحر المتوسط وحواليك كل الروعه والجمال والفخامه اللي تفرح. يا سلام، بلدنا بتاعتنا نغني هنا. عمر يا مصر والله العظيم.